دكتور مونجي، يعني خليني أخد الجزء الأولاني اللي هو التنسيق ما بين البنك المركزي وكافة الوزارات والهيئات لضمان توافر السلع الاستراتيجية وأيضا مستلزمات الإنتاج للقطاع الصناعي. دي مهمة قوي. يمكن إحنا كنا في فترة في أزمة كبيرة، نقول إنه السلع الاستراتيجية متوفرة الحمد لله وموجودة، وحتى لو في نقص في السوق ده بيبقى بسبب تجار مش بسبب عدم توافر، زي الرز مثلا فترة الرز. لكن أنا بتكلم على إنه التنسيق، لا في تنسيق جيد، ولا حضرتك ليك رأي تاني؟ التنسيق ضرورة طبعا وليس اختيار. صحيح. التنسيق بين البنك المركزي والحكومة يجب أن يستمر للوصول بالتوازنات الكلية للاقتصاد القومي لبر الأمان. دور البنك المركزي الرئيسي هو السيطرة على التضخم. أما موضوع المخزون السلع الاستراتيجية فدي مسؤولية وزارة التموين والتجارة الداخلية. بس هي عايزة دولار. الدولارات حضرتك مش بتيجي من عدة أنشطة، منها الصادرات، والصادرات مسؤولية وزارة التجارة والصناعة. أما موضوع الاحتياطي الأجنبي، الحمد لله احنا الاحتياطي بتاعنا زاد في الفترة الأخيرة، وصلنا ل 33 مليار ونص، ودي أول مرة ينقلب المنحنى من انخفاض إلى ازدياد، وده مؤشر في حد ذاته مؤشر إيجابي، وإن كانت الزيادة ما هيش محسوسة قوي، ولكن مجرد انقلاب المنحنى بالنسبة للاقتصاديين هي دلالة إيجابية. بالنسبة للبنك المركزي والتنسيق، دلوقتي الحكومة قررت أن تكون المبادرات كلها تنتقل من البنك المركزي إلى وزارة المالية. ليه؟ لأن في فرق بين معدلات سعر الفايدة اللي بنحطها للمبادرات 5% و6% ومعدلات سعر الفايدة السائدة في السوق اللي هي وصلت ل 15 و16 و17، وبالتالي لكي لا نحمل البنك المركزي ما لا يطيق، يبقى ده راح يخش من ضمن بند من بنود الموازنة العامة للدولة، وهي دي يعني سياسة جيدة لكي نترك البنك المركزي يقود السياسة النقدية. السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي منذ وصول الأستاذ حسن عبد الله لرئاسة البنك هي سياسة مرنة وسياسة تعويم. هل هو تعويم مضار أو تعويم حر بنسبة 100%؟ دائما وأبدا بنقول أن التعويم الحر بنسبة 100% غير مطلوب بالنسبة لاقتصاد ناشئ مثل الاقتصاد المصري. طيب حضرتك، نعود مرة أخرى إلى أهمية قيام البنك المركزي بتدبير العملة الحرة للمستورد والمصنع لاستيراد السلع الاستراتيجية واستيراد مدخلات الإنتاج والآلات والمعدات. سيادتك هتلاقي ان المستورد بيروح البنك بيقول بيدي الجنيه المصري يقول دبر لي العمله، يبقى دي هذه ناحيه. اي قرار اقتصادي له جانبين. زمان روزفلت الرئيس الامريكي كان بيقول ايه؟ انا عايز اقتصاد بايد واحده، يعني اقتصاد يديله الايجابيات بس. لا، الاقتصاد بطبعه له جانبين، ايجابي وسلبي. صحه القرار الاقتصادي ان يكون الجانب الايجابي اكبر من الجانب السلبي. نعود مره اخرى الى تدبير العمله. في تجارب لدول للسيطرة على هذا الموضوع وسرعة تدبير العملة للمستوردين وقطع الغيار والرو ماتيريالز، المواد الخام وكل مستلزمات الإنتاج. إزاي حضرتك؟ بيعملوا إيه حضرتك؟ كل ما يرد للدولة من عملات حرة يتم وضعه لدى البنك المركزي، والمصدر بيحصل على المعادل بالعملة الوطنية، بشرط إن هذا المصدر إذا احتاج الاستيراد يقوم البنك المركزي بتدبير إيه؟ العملة الحرة وفي الوقت المناسب. يبقى سيادتك أنا في هذه الحالة عندي جانبين، جانب التحصيل وجانب الإنفاق. جانب التحصيل يعني كل ما يرد إلى الدولة أو ما يرد إلى النشاط الاقتصادي في الدولة بالعملات الحرة يتم وضعه تحت تصرف البنك المركزي، وفي نفس الوقت المصدر أو العامل في مجال السياحة بيحصل على المقابل بالعملة الوطنية. في سبيل أن هذا اللي بيشتغل في قطاع السياحة أو بيشتغل في قطاع الصناعة حينما يطلب استيراد مواد خام يلتزم البنك المركزي والبنك الذي يعمل معه على تدبير العملة في وقت مناسب، أقصد بالسرعة ولا يقف في الطابور. هذه فكرة
دي مطبقة في عدد من الدول، هل يمكن مصر أن تطبقها أم لا؟ هذه فكرة للدراسة. طيب حضرتك بالفكرة اللي قلتها لي دي، يعني في الخبر كان يعني صدر في متن الخبر كلمة تنمية الموارد الدولارية. مظبوط حضرتك. طيب تنمية الموارد الدولارية، حضرتك قلت فكرة، هل هناك أفكار خلينا نقول خارج الصندوق، خاصة إن هما بيكلموا على إيه؟ استثمارات أجنبية مباشرة، جذب تحفيز القطاع السياحي، ومبادرة السيارات للمصريين في الخارج. ما زالت هذه المبادرات خليني أقول إنها أفكار داخل الصندوق وليس خارج الصندوق. مظبوط حضرتك، لأن إحنا منذ متى، إحنا منذ الانفتاح الاقتصادي عام 1974 وإحنا بننادي ب جذب الاستثمارات الأجنبية، وكل من عمل في هذا الملف يعلم ذلك جيدا. ولكن ما هي الآليات؟ وفرت إيه للمستثمر الأجنبي عشان يأتي إلى مصر؟ أنا بأرى أن الوقت الراهن الاقتصاد المصري يوفر الكثير للمستثمر الأجنبي أو العربي. عندنا ملاءة للاقتصاد المصري كبيرة وواسعة، عندنا بنية تحتية ليست في الطرق والكباري فقط، ولكن في المواني والبنية التحتية لقطاع الأعمال. هذه واحدة. النقطة الأخرى حضرتك بالنسبة لقطاع السياحة، هو كان في تصريح لوزير السياحة بيقول إيه من فترة؟ بيقول إن فيه 272 مليون سائح يريد من 12 دولة يريد أن يزور مصر، ولكن لماذا لا يأتي إلى مصر؟ لأن عدد الغرف السياحية اللي في مصر بالضبط 212 ألف غرفة، ال 12 مليون عايز نص مليون غرفة، وبالتالي نحتاج إلى استثمار. هذه لابد من زيادة الاستثمارات في قطاع السياحة. أما موضوع السيارات الحقيقة ده موضوع كويس، إن أنا لأن عشان أفك الاختناق في السوق المحلي بكبر عرض السيارات، هذه واحدة. النقطة الثانية هي مكافأة من الدولة إلى المصري في الخارج الذي يحول ناتج عمله إلى مصر ولا يعرف إلا طريق واحد وهو التحويل لبلده. ده مكافأة للي عمله، ولكن هو سيادتك عند إيه؟ هو العامل المصري في الخارج مرتبه محدد، بيصرف جزء وبيحول جزء. أنت حضرتك عملنا مبادرة السيارات، ما هو ده هو هيقتطع جزء من اللي كان بيحوله عشان يشتري سيارة، وبالتالي ده هيؤثر على تحويلات العاملين المصريين في الخارج. أنا بتوقع أن في نهاية هذا العام ربما لا نصل إلى 33 مليار اللي تحولت في العام الماضي. أرجو ألا يتأثر ذلك. تمام.